الذكريه. صباح كل سلام. مرحبا دراري، مرحبا. المهم الدراري بارطاجيو هاد اللايف، فهمتيني؟ بارطاجيو باش يدخلوا الناس بزاف، باش نستافدو كاملين. غادي نستضيف معايا طارق. انا انفيتي طارق. مرحبا بنازل الجزائر. يوسف، شاف يا ديالنا اخويا بخير؟ داير صافا، كلشي بخير؟ الحمد لله. صافا سيدي انت انت كلشي بخير؟ الحمد لله، ربي يخليك. الله يحفظك اخويا. كي داير مع الامور؟ اي لاباس، بخير الحمد لله. احنا غاديين. شفت لي ستوري ديالك مزيان. هذاك الكوان ربع عالم مزيان. نسولك اليوم يوسف، هذوك اليوم ضاعه مزيانه. لا بقى مزيانه. بنسولك هذوك الليسي ديال الليسيو، هي واش نقدر نمشي نسيبهم في كوين ماركت ولا في ايكو كوينغ ولا؟ دابا هانجا دابا نورمالمون لي شي كوين، الا ما كانش مليوحه في كوين ماركت كامب، عرف انها ما مزياناش. الا ما عرفت كانش اللي كانوا دونك هما كيتران كاوت تقريبا في النهار، تقريبا واحد 20 15، مشيني كيبانو الشاع. دابا فاش كتطلع لك كونكو انها راه هذيك الكوين راه جديده، راه طلعت بزاعه، راه ما كتعنيش انها يلا يلا تقادات. داكشي لا كتعني عرفت، انها راه تلوصة هي بشهر تقدر تشري من السيت عندهم، تقدر يلا فهمتني بزاف الحوايج. يلا احترمت لي نورم ديال كوين ماركت كامب ولي ساوى عندهم. ولسه عندهم، وباش تلاح في لي بلاتفورم ديسونتراليزي بحال بيك بانكيك سويب بانكيك وهداك الشيء. تما باش تشريها. اكزاكتومون. دونك هما هي مزيانه، ولكن عاوتاني واخا كاينين شي عملات، واخا كيتلاحوا تما ما كيديروا والو، عرفت كيهبطوا. راه خصك دابا تشوف لو بروجي كي داير، تشوف بزاف د الحوايج. تي فيغ اونيتي ديالك، هذاك هو انت راك هذاك هو عارف. لا ديفيرونس بين واحد تيقلب وواحد تيجي وتيتلاح. دابا الناس كيجي كيلوح فلوس كيخسر، كيقول لك لا اكزاكتومون. دابا في هاد لو تخيك البروفيل اللي فيهم انا هو. دابا يجيو الدراري ونشوفوا لي والد ديالهم نيش في واحد واحد الكريبتو، والله الا فرحانين بلا شي رشوا الباحث يعني نقولك. ولا شي. عندي ديال المهدي. المهدي هو يلا صورها ليا، المهدي صحيبك؟ يلا صورها ليا، والله العظيم يلا صورها ليا انا نوريها لك. البارح كانت عنده هو تقريبا شي 400 دولار، طلعت ولات 400 دولار. هذيك اللي كان البارح قال لكم انفيستي فيها 100 دولار، هذيك 100 دولار انا نوريك دابا يلا لاح لي السكرين. شحال وصلات عنده؟ المهم لاجي بون. هاي تبارك الله. هاي هنا اللي بانت لك هنا نورمال. هاي هنا راه عندها 1184. شتا 1184؟ وي 1184. وي الله يبارك، تبارك الله. يعني راه غير دابا تقريبا شي ساعة باش لحالية. لحالية بالضبط مع تسعود وقسمين. الله يبارك، فهمتيني؟ دونك دابا هي شنو دارت هذيك هاد الكوين هذه شنو دارت؟ ولا شاغط ديالها ماشي حيد التليفون باش نوريك.
ولا شهر ديالها. ان بومب مخيره شي لا بومب كيف ودارت دارت لها ودارت نزله وطلعت تقولي تاني. جات. تقولي جات هنا هنا غير تقولي جات هادي قبيله اي فوالا راهي دابا عاوتاني. لي بوجي ديالهم على ساعه، اه لي بوجي ديال الجراف على ساعه ولا على اربعه؟ انا حنا نديروهم غير على مون داي، نديرو في النهار هذا في النهار. يا. اليوم هادشي شا الصباح هنا مع الستة، مع الستة العشية بدات كطلع من ستة حتى من ستة حتى لتسعود ما وقفاتش، بقات غير كطلع تعود يعني من ستة لتسعود بقات غير كطلع. دارت كوريكسيون هنا، هاي دارت كوريكسيون هبطات دارت كوريكسيون اي فوالا هاي دابا طالعة عاوتاني يعني دارت غير كوريكسيون. الله يبارك اخويا، دونك راه سامر يكمل بخير والله يزيد من عنده. كاينين دي كوين دابا اللي مزيانين. انا غير اون فوا نتاكد منهم ان شاء الله. ونبارطاجهم. بارك الله فيك اخويا يوسف. دابا حنا دو بريفيرونس بغينا زعما فاش بغاو ندخلوا كاملين في دقه اكزاكتومون، راه هذاك هو باش يكون فهمتيني. كاملين نربحوا نفس الحاجه. اكزاكتوم. هو فهمتيني، البارتاج تيبقى مزيان حتى دير واحد الكوميونيتي اللي تقدر تتحكم هي في الكوين، الا كانت كوميونيتي كبيره. في المارشي واسي بيان اخويا والله العظيم، لا يخلصك ربي على هاد لي بارتاج وعلى هاد لي لايف وعلى هاد الوقت اللي تتعطي لبنادم. مرحبا مرحبا والله العادي، ما كاينش بحالك. انا بوغ تو دير صافي، واحد دابا اون ديسكوتي مع واحد دو جور وانا في الدومه شحال هذا، ولكن في كيفاش انت تتهضر وكيفاش تبارطاجي راه والله لا يخلصك. شكرا بزاف، والله شكرا. العادي عرفتي، البارح عاد مشى نسمع على هذوك لي تخوك ديال لي بلاتفورم ديسونتراليزي. انا راه كنت ماشي بعيد، ما كنت فين انا تنطرادي في لي بلاتفورم سونتراليزي، وبعد خطره تنشوف دير في بلوك تشين، تغلي بلوك تشين الكبار. دابا البارح ملي سمعت هذوك ملي عطيتيني البلاتفورم مشيت قلبت عليها ودخلت على واحد المحاضره كان دايره واحد الاردني مع واحد المصري ماشي الساعه و45 هي هذيك، عاد واش بديت تنفهم زعما فين خاص بنادم يمشي. دابا كاين واحد البارح نزيد البارح كان تيهضر وكعطى واحد اللي الماركت كاب ديال 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 البينونس، قال لك تقريبا تضرب في هذيك 400 4 المليار ديال الدولار وهذاك الشيء، ولكن شنو داخل فيها؟ داخل فيها البيتكوين، البي تي سي اللي لا فالور ديالها طالعه. باغ كونتخ الاخرين لي بلاتفورم ديسونتراليزي الماركت كاب ديالها تيضرب في هذيك المليار جد المليار، فهمتيني؟ توصل بون بيتكوين لي بليون، بون توصل بيتكوين. لا ما كيكونش بيتكوين، كيوصل لي بليون. بانكيك سويب راه واصله دابا لشي قال لك الفلوس راه كاينه هنا في هذا المارشي هذا، ماشي في السونتراليزي. في المارشي الصغار ما كاينه فلوس. ودابا كاين واحد لابليكاسيون اخرى سميتها كلوب هاوس. دابا كلوب هاوس فاش كتدخل ليها كتلقى دي روم، بزاف ديال لي روم، وكل روم عنده واحد السوجي كيدويو عليه. داكو بالنسبه للكريبتونيس، وديما كتلقى شي سوجي على الكريبتو، وكتلقى الناس اللي فريمون واصلين تبارك الله وتدخل وكتبقى تسمع، وكيكون عندك الحق حتى انت تانتيغرا معاهم وتدوي معاهم، يعني تناقش عندك شي سؤال شي حاجه كتدخل وكتستافد من عندهم، وكيعطيوك لي كوين جداد الميمز كوين تا هما اللي خصك انفيستي فيهم، يعني كيشرحوا لك كل شيء. كلوب هاوس سميت هاد لابليكاسيون كلوب هاوس. كلوب هاوس لا عارف بديت منها والله العظيم، لا شكرا بزاف
حليت ليا بعدا انايا، حليت ليا عويناتي على واحد لو تخيك اللي ما كنتش عارفه، شوف فهمتيني؟ مرحبا، والله ما يعني هذا ما كنتش عارفه، قلت لك انا، قلت لك البارحه قبل ملي هضرت معاك، ملي كملتي اللايف وهضرت معاك، قلت لك انا راه البي تي سي كنت شريته في 2000 2016، لا فان ديال 2015 2016 قبل ما يدار لي الهالفينغ الثاني ديال 2016 شهر 6، يعني كان الحساب تيعطيك هذاك الماينينغ، كان هذيك الساعه باقي سهل، كان الناس يديروها بالبي سي جيمر. شريته ب 400 دولار، وكان عندي منه خمسة الحبات، وكنت نبيع ونشري فيه. ملي طرا الهالفينغ صافي، باسكو انا ماشي زعما انا خدام او ميم طون جو في هادشي. ملي طرا فهمتك. الهالفينغ طاحت، وسيرتو كانت واحد لا بلاتفورم اللي كنتي تعرفها، هاش اوسيون، هاش لا اوسيون هادي هاش سميناها، واحد لا بلاتفورم كنتي تحط فيها لي بيتكوين وتعطيك هو بحال كل نهار تيغوجينيغي لك بحال تتساهم في المايننغ ديال البي تي سي، فهمتي؟ ولكن سي ان سكامور هذاك، بقى خدام شي عامين وتسكاما في 2016، لدرجه مشات تقريبا شي 6 المليون ديال الدولار في هذيك اللي مشات لبنان. يداو هادوك الناس شي داو. 750 الف ابوني في هذيك الهاش روسيون، المغاربه كانت تقول لي الحاج حسين خويا زهير بالنسبه من للهاش مزيانة روسيون. ياناش، لا ما لا واحد الولد سول قال لك تيتريز دوش ما مزياناش اخويا. قلت لكم من بعد من هذاك الشيء نسيت واحد 3 سنين اخرى، وثاني رجعت ليها مؤخرا، ولكن البارح حليت لي عيني على شي حوايج اخرين، و جو سوي فريمون ريكونيسون حق الله العظيم. ميرسي بوكو با يوسف. دراري اي واحد كريبتو غادي غادي نخلي لكم هنا ابيني المهم نعطيكم اكثر من وحده. شريك وماسك دوج والدوج اكس، هذا الدراري مزيانين. كاينه واحده اخرى ولكن ما غاديش نبارطاجيها دابا عشان نتاكد منها. المهم هما هادو سامارش هادو ديجا داخلين في الماركت يوسف. كاينين والفوليوم ديالهم صافا مزيان. بيدو كاين مثلا هذيك دوج اكس اخويا سطاتني شويه واحد الخدمه في شكل اصاحبي. تصور معايا لا شارت ديالها كيبقى ستابل اكثر من 24 ساعه، كيبقى ستابل يعني كطلع خضراء حمراء خضراء حمراء حدا بعضياتهم فهمتيني. انت تدير شي بومب. فوالا هادشي انا اللي كنتسنى فهمتي، ولكن راه يعني عمري لاحظت شحال لا لعيبه هاد وفلوس. الماسك دوج كنت شفتها شحال هذا في تويتر، دوجيكس هي اللي دايره هادشي تقريبا راه قاعد تقول لي دوجي دابا، راه فهمتيني، راه يوم راك عارف لما متابعين دابا، علاش تبقى بحال هكاك؟ راه سي جوست ان تويت من ايلون ماسك صافي، راه تتهز وتحط. شباب بوت الجو الجورنت هذا اخويا شنو نقول لك
تراني انا ما دو بريفيرونس نصيحه نعطيكم، عمرك تدخل في شي عمله وصلت ل 1 دولار ولا فاتت ال 1 دولار، ما غاديش تربح منها بزاف الا ما كنتيش انفيستي فيها واحد لا المونطون، يعني واحد 5K ولا 10K. ما نقدر نقول لك الا دارت واحد لابون غتربح فيها. العمله اللي غتربح فيها هما اللي الميمز كوين. علاش غتربح فيهم؟ حيت كتكون 0.8 اصفار، يعني كتكون ساهل عليها انها تهرس دوك الاصفار. كل ما الصفر تهرس كتضرب في 10، تهرس جوج اصفار كتضرب لك في 100، دونك هنا كتكون ساهله انها تطلع. داك ايوب نجحي قال لك ما خويا ما كاين ما احسن من بينوس. رايه احنا هضرنا على الماركت كاب ويدخل على باينه عنده شي حبات ديال البيتكوين. هذا من قال لك ما كاينش اكزاكتومون بينوس اخويا ديال الناس اللي عندهم العاقه ديال بصح. خويا يوسف راه داير هاد اللايف اخويا راه على ود الناس بدراوش باش هما يتزادوا شويه اللي وتاهم بغاو غيولوا يجي حيتان من هنا لقدام. فوالا. بينوز اخويا ديال الحيتان من تقدر تشري هذا الشيء اخويا؟ غتشريه من بانكيك سويب. هاد بانكيك سويب ماشي ابليكاسيون، غتلقاها في الا كان عندك الايفون كتدخل سفاري كومان سيت وكتكونيكتي تراس والت ديالك. خاصك عندك واحد تراس والت، هذيك التراس والت فاش يلاه كتشكري فاش كدير لها لا كرياسيون ديالك، كيعطيك واحد الكلمات، هذوك الكلمات كتسكرينيهم فاش كدير سويفون. خاصك تبقى عاقل كتحطهم بالترتيب، هذوك الكلمات تحطهم بالترتيب، وهذوك هما بحال اللي قلتي لاكسي ديالك للتراس. الا مشاو لك هذوك ما عمقاش يدخل التراس والت ديالك. يوتيوب راه يدخل يصيب كيفاش يكري. جاني غير هو لو بروبليم اللي كاين هنا، هو فين ما كتبغي تشري شي عمله كيطلبوا لك الفيس ديال واحد العمله اخرى. جاني سواء كيطلبوا لك الاكثر كيكون البي ان بي، هما اللي كيطلبوه لك سمارت تشين خاصو يكون عندك. ديكو فاش بغيت تشري السولد ما تشريش دولار يو اس دي تي، غتشريه بي ان بي. حتى شريتيه يو اس دي تي خاصك تحولو، غتحولو لبي ان بي. تبارك الله عليك خويا ايوب، الله يودي. 500 دولار جوج ديال لي بيتكوين، البيتكوين دابا 46، او ما شاء الله يا الخير. الله يكمل بخير. كاين مصاير عيف يا اخويا يوسف، المهم انا حيد بغيت تشوف شي واحد اللي عنده بلا ما اي بقاش شاد واحد شي واحد بغى يطلع معاك ولا شي حاجه، انا نبقى في اللايف ومتبعك، ولا كان شي واحد بغى يطلع معاك ولا شي حاجه. مرحبا مرحبا اوكي دراري، يلا يلا تبارك يلا الله اخويا، عليك. محبتك اخويا يوسف، ميرسي بوكو اخويا، الله يوفق. دراري شي واحد يصيفط دوموند غادي ناكسبتي. بومليك خويا بغيتي الطريقة المضمونة، أنا غنبارطاجي معاك السوبلاير الأول اللي السلام عليكم. شوف يا خويا بس بخير معاك كلشي مزيان صح لاباس؟ طيب لاباس مرتاح؟ الله يحفظك. الله لأولك بخير. انت اخويا يوسف هذيك سميتو هذيك شنو هذيك البانكيك سواب سويب ياك، هذاك داك كما قلتي بحال دابا ملي تبغي ملي كتلينك مع الوالد ديالك بحال الباينانس، اما احسن في نظرك انت واش ديال الماسك ولا ديال الباينانس تشين ميتا ماسك ولا الباينانس تشين؟ عاود السؤال شنو قلتي؟ قلت بحال دابا ملي كتكونكتي للوالد ديالك في نظرك اهم احسن الباينانس تشين ولا الميتا ماسك؟ لا على البنس قبل لا الفيز وداك الشيء. لا دابا الفيس شكون اللي كي العمله الناس ديال العمله فاش يلاه كيحطوا هذيك الميمز كوين ياك، هما كي ابي واحد البورتاج اللي ضروري تخلص. دابا مثلا ساك انا شريت مثلا ماسك دوج دولار، انا حطها 100 دولار
اون فوا غادي نشري ديك العمله شنو غيديروا هما؟ هما غياخذوا 12% ديالهم، يعني 12% من 100 دولار. دونك غادي تبان لك الوالد تقريبا 100 تبان لك واحد 85 دولار من هذيك العمله. هكا وفاش غتبغي تبيع عاوتاني واخا تكون توصل حتى ل 20 مليون فهمتي ارباح كياخذوا منها عاوتاني 12. واش اخي يوسف هذيك 12% كتبقى فيكس زعما ما كتغيرش على حسب انت شنو ربحتي؟ لا ما كتغيرش بارابور كتبقى فيكس غير هي كل وشحال كيطلبوا، ولكن اغلبيه ما بين 12% ولا 15%. مزيان حيت دابا ملي دخلت هذيك البانكي سواب ما بقاش داك السيستم بحال ديال الباينانس كتلقى الشارت وكتلقى فهمتي البلان ديال بانكيك سواب ما فيهاش لا شارط ما كتلقاش فيها بانكيك سواب كتلقى غير لي زانفورماسيون ديال العموله اللي فهمتيني الفوليم ليكويديتي ديال العمله فهمتي كاع لي زانفورماسيون اللي تحتاجهم على حساب العمله البرايس ديالها هاكا. وسميتو بحال دابا قلتي انت بحال دابا عندي الباينانس ندير داك الوالد ديال الباينانس وندير فيها داك اللي حيت دابا عندي اس دي تي ولا بي اس دي تي نحولها بي ام بي في ديك الوالد ديال الباينانس ياك. علاش نشرح لك هاد العيبه علاش دابا اي عمله كتشريها انا بغيت نشري ماجيك بي سي كندخل بانكيك سواب كندير كونيكت والت كنكونيكت الوالت ديالي كيديوني هما الوالت كيطلعوا لي فوالا راه تكونيكتات كدير كونتيني وكترجع البانكيك سواب باش كترجع كتختار كدوز كليك الاكسشينج ياك كدير اكسشينج مثلا فوالا شنو باغي تشري باغي تشري مثلا شريك الفوق كيعطي بجوج فوقانية شنو غتحول له زيت والتحتانية شريك الكوين شريك غديرها نعم عملة غنأنفيسي ما كنسمعكش اخويا يوسف كيتقطع بلاتي دابا قلتي بحال دابا عند الفوق كندير بحال دابا اليو اس دي تي ياك انا نوريك دابا هادشي اللي قلت لك انا نوريك دابا شغل التليفون باش تقال هي هذه الابليكاسيون يبان لك تقريبا واضح اوكي بدينا كتكونكت الوالد ديالك عندك وارد انا الوات عندي ديجا مكونيكتي هاي الوات كونيكتي تجينا التريد ياك تري عندك كونيكسيون تقايلة كنظن برادر السلام عليكم كويس كلشي مزيان الحمد لله امور كلشي بخير الحمد لله الله يحفظك اخي المهم شوف هاد البارتي كتيني داوي فيها مع الدري في البانكيك سويب كيفاش هي اللي حداج انا شاد بي سي دابا عندي لا تسمح لي ها انت التليفون انا فين واصل الا كان كيبان لك اوكي المهم ماشي مشكل فوالا كمل لي فهاد الفكره تشرح دابا هنا تجي هنا كدير تريد
ايه تريد تريد سير واش ما نحلهاش من الابليكاسيون راك نحلها من ولا من لو سي تليفون غير من التليفون زيد الاكس كيطلع لك هضبط اييه ورا طالع لي هذيك زيد مثلا احنا بغينا شي عمله ماشي قال ماشي اي عمله انا شفت هنا وكتبت سميتها غطلع لي فهمت بين بي دريوس ديتي يوسف بلاتي قبل يوسف قبل هنا نورمالمون كاين هنايا دابا فاش كان افيش هاد لابارتي الاولى طالع لي غير هاد العملات منهم هاد اس دي تي بي ان تي ايوس هادو تما داكشي انت اللي كتاجوتي دوك العملات انت اللي كتزيدهم وانت كتنقصهم داكو دابا حنا ديجا نعزلو الى اس دي تي نورمالمون ياك نورمال اس دي تي هي باش غتشري فوالا هي باش كنشريو ولكن باش كنريسيفيو بهانيش كيفاش باش كتريسيفي دابا انا درت دابا هنا لو اس دي تي ياك لتحت غدير العمله اللي باغي تشري وي فهمتك صافي زيد ها لتحت مثلا انا غنشري شي عمله وكتلك العمله ما لقيتهاش هنا ما كايناش فوالا كندير اسمح لي نقرب شويه عشان ما كيبانش مزيان حتى الناس اللي كيشوفوا حتى هما يشوفوا معنا ما كيبانش مزيان عارف مثلا انا باغي نشري ديك كنجي للكوين ماركت كامب كندير سيرش كوين ماركت كامب نكتب العمله هاي طلعت لي شي هي هادي شا انا كنمشي للكونتراكت ديالها ها هو الكونتراكت ديالها شي الكونتراكت ديالها يعني لا العمله دابا انا قلبت على الدوج اكس ما لقيتهاش تقول لي قلت لينا قبيله قلبت على الدوج اكس ما لقيتهاش كاين في كوين ماركت كامب صح ريزو صافي تمشي كنجي هنا كندير لا كول كندير لا كول كتطلع ليا يوسف صوت كتسمعني دابا راه دابا شويه راه الناس ما تيقولوا لك يوسف الصوت اوكي نعاودوا هادشي اللي قلنا اييه ولا صح الفوق كنعزل لو اس دي تي هو اللي غنشري به بغيت نشري شي عمله مع ان ما تلقاهاش في كيكس ويب بينما ما تلقاهاش نتا اجوتي اييه كنجي للكوين ماركت كامب كوين ماركت كامب اييه كوين ماركت كامب هو عندي دابا حال زيد كندير ريسيرش مثلا غادي ناخذ شي عمله اللي مثلا دوج اكس شوف دوج اكس طلع لك اكس دوج اكس دريت اكس كونتراكت قالك لا شي لا ماشي هي ولكن هو فاك لي شورت يا راه يوسف واش كتكتب لي النون ديالها كامله دوج اي دوج اكس وكنجي هنا كنكولي الكونتراكت ديالها على التليفون ايه شو رايك من وين بي انت
دراري عندكم كونيكسيون ثقيله. المهم داري ما طلعت شي واحد، انا غنحاول نشرح راسي، غنحاول نشرح غير راسي. ايوب، اي دومين اخويا فيه الرباح وفيه الخسران، فهمتيني؟ دونك الخساره راه حاجه عاديه، الا كاع ما كنتش هتخسر عمرك هتتعلم، فهمتيني اخويا ايوب؟ ماشي مشكل. المهم ما علينا، هادي هي بانكيك سويب. كنجيو للتريد الدراري، اكستشانج، نعاودو من الاول. الوالد ديالنا عندي هنا ديسكونيكتد اللي بغيت نديكونيكتيها. دونك كتكونيكتيها بالتراس والد ديالك، كتجي لتريد اكسشانج، اي فوالا كطلع لك هادشي. دونك الدراري هنا نورمالمون كيمشيو ليو اس دي تي، هو اللي غادي نشريو به اي عملة. هنا باغي نشري اي عملة، اي عملة بغيت نشريها كنمشي لكوين ماركت كام وكنعزلها. مثلا هاد ريو شي توكن، فوالا كنمشي للكونتراكت ديالها كندير ليه كوبي، يعني لادريس، لادريس ديالو كندير ليه كوبي. كنرجع هنا كنكولي، اي فوالا هو كيطلع ليا، كندير ليه امبورتي اوتوماتيكمون، كيعطيوني سليباج، يعني شحال في المية غادي ياخدو معايا. كاين اللي كياخد 12%، وكاين اللي كياخدو 15%، وكاين اللي كياخدو 10%، وكاين الأكثرية كياخدو ما بين 12 وما بين 15. كنجي هنا كندير المونطون اللي بغيت نشري، مثلا 299، كندير ماكس كاع داكشي اللي عندي، فهمتوني؟ صافي، انفوك مثلا 122، 122 دولار غتعطيك هذا المونطون من هذه العمله. ان فوا كدير سويب كتشرى، ولكن غتشرى خاصك البي ان بي، خاصك هذه العمله هذه، خاصها تكون عندك، خاص يكون عندك منها هذه العمله، خاص يكون عندك منها، حقاش هذه هي الفيس كياخذوا منها تقريبا شي 0.3 دولار، يعني واحد 30 درهم تقريبا من هاد العملة كياخدو. سمارت شين سميتها، سمارت شين. انا وريها لكم في، كتكون طالع عندك في التراس والد ديالك، سميتها سمارت شين. هما الدراري هاد العملة أربعة طالعة، المهم هادو هما العملات الدراري اللي قلت لكم قبيله. وما هادو كاين، هادي كاين، هادي هادي، راه كاين واحد الدري طلع معنا البارح في اللايف راه مانفيستي فيها، هي هادي. وطبيعة الحال كاين هادي اللي قلت لكم بقى ستابل،
ما تاع كلشي كيشري. وكاين هادي الدراري اللي انا شخصيا كنت صاحبه اكرم. واش هادشي مازال نشوفه بالتفصيل في الدوام اخو؟ هادشي كامل غتشوفو ان شاء الله. هادشي الدراري راه سهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. مشوني هذا ماشي سيشد اخويا، هادي غير بوكوين، هادي بوكوين. بوكوين غير كتشوف فيها لي شارط، غير كتشوف فيها لي شارط ديال اي عمله بغيتي كتشوفو هنا. فهمتيني؟ ما محتاج حتى شي الدور ديالي انك كتشوف ليش الشارط ديال اي عمله كيفاش كيطلع وكيفاش كيهبط. هذا ينسيش اخويا دويش عليه، كاينه باكيك سويب هي باش كتشري. وسير اخويا مهدي دير دي ديكاس شلقنش اخر. الله يسهلك اخويا، مزيانه في الهوت. انا اخويا معاك فورماسيون، ودابا تعتبرها فورماسيون، خاصك اي حاجه تستافد منها، اي حاجه كنقولها خاصك تستافد منها، فيش ابليكيها. حنا هاد لي لايف كاملين كنديروهم غير باش نتعلمو كاملين، من غيتعلم كلشي ديك الساعه غنبداو نبارطاجيو في لي سينيال. غادي ندير اخويا، غندير جروب في تيليجرام. بالتليفون اخويا العربي غادي تخدم. با يوسف حياتي اخويا، صافا كلشي بخير مزيان الحمد لله بخير. الله ينورك اخي. اجي بغيت نصحصك على واحد العمله يلاه تحطت اليوم والباقي، بغيت ننصح بها الدراري فهمت. انا طلعت معاك باش ننصح بها الدراري وانت عطينا الراي ديالك فيها. مرحبا. طيب سمية ديالها تعطانا انت ولا نعطيها انا؟ راه المهم راه صيفطتها لك ميساج ما عرفتش واش شفتيها ولا لا. لا محال واش شفتها. اولتي ارينا شنايا؟ اولتي ارينا. اولتي اولتي اي ال تي اي زيد ا R E N A.
راه شي في هاد القاره ما تلقاهاش في ما تلقاهاش في شنو سميتو كوام في كوام ماركت كاب ما تلقاهاش تما باقا ما حطتهاش تما عاد تلقاها في ديك تولز ديك تولز لا انا ماك شي اره انا شتي كنبقاي شي كتجبتي اسم الساط الساط هادي راه شي حاجه واعره ياد يا هذيك عرفتي شنو وقع لي اليوم اخي يوسف دابا عرفتي شنو يلا تحطت شريتها انا شريتها وطلعت عرفتي راه طيحت الزيرو صاحبي طيحت لنا زيرو وما بغيتش نبيعها قلت طمعت فهمتي اخويا هي جاود واحد الهودة خطيرة يا هبطاتك المهم دابا راه باقا طايحه ولكن عرفتي هذا البروجي هذا ناضي فهمتي يلا على المهم اي شي شهر هيدا ولا هادي راهي اي تافونس الماركت كاب ديالها مزيانه لا مزيانه اصلا غادا دابا مزيانه فهمت بروجي مزيان هذا ولكن بان لي بحال بحال محبوسه فعلا انفيستيسمو فور لانستون بورن الانفيستيسمو محبوسه حاليا و بلاشي انا لا باقي كيطلع لي راه باقي كيطلع لي بنادم كيشري اخي حاليا اخوان اللي بغى يعرف عليها شي حاجه يدخل تويتر اي طابي هاد السميه انا نكتبها لكم هنايا ومرحبا لو 8 سبتمبر هادي كنخدم واحد الحاجه نعم هادي خصنا فيها واحد الحاجه بلي انه باقي ما فيهاش ليكويديتي كاع بمره باقي فيها زيرو ليكويديتي مشيني ولكن راه فيها زيرو ترون زيرو ترانزاكسيون دونك هادي نورمالمون امتى غتقدر انت تقدر انك تزعم عليها تتلعب في الماركت كامب شنو هدرت مع الريسبونسابل اللي في في اللي في شنو سميتو في التليجرام قال لي باقيين لا دفعوا لهم دفعوا لهم سويفي يعني دفعوا لهم الدوموند وباقي ما قبلوهم شي فهمتي يعني راه ما تحط راه ما تحط الماركت كامب الصاط راه عرفتي راه تفرقع دابا انت شحال انفيستيتي فيها $50 اخويا كنمشي غير ب50 $50 نعم 50 دونك غتكون وصلت لك 500 كنظن الدوبلاج غير الدوبلاج 100 دولار $100 $100 عرفتي في واحد الوقت ديال 4 دقائق وقيلا ولا 5 دقائق شحال كتشوف فيها دابا؟ دابا راه طايحة الصاط دابا راه أصفار 26 أنا شريتها في 40 لا فلوسك شحال كيبانو لك؟ شحال كيبان لك فلوسك؟ دابا ناقص $13 دابا واصلة طاحت ليا يعني دابا راه خاسر فيها فهمت؟ لا دابا نورمالمون هادي راه فهمتي؟ ولكن عادي عادي كنتسنى الى ما تاكسبتاتش ما صافي مشات مشيني واه تبصح متفق معك حيت هما دابا شنو طرا دابا انا نقول لك هما شحال رابحين دابا هما حاليا تقريبا في يلا بدات
يلا عندهم شي 31 كا اها اللي رابحين اللي هما دابا دخلت لهم في العمله، ولكن بقى الليكويديتي ديالهم زيرو صاحبي، الليكويديتي والفوليوم حاليا زيرو. يعني شنو داروا هذوك الفلوس كاملين خرجوهم؟ هو ايلي دابا فوليوم طالع لي هنايا شي 6 كا عندهم ايلي صاحبي. يعني يا هذيك يا هذيك هذه اللي كويديتي هاك الفولي اش حركة وخرج وهالبرايس ديال هذه طلعت لك انت يا هذيك هالهبطة اللي هبطة عشان هذا واحد هبطة خطيرة ودية والله العظيم خرجوا كل شيء خرجوا فوالا سان سكاما طارق خو غير سكاما ماشي مشكل لكن تعلم لا شوف عمرك تبقى تقل عمرك تمشي بحال هاد العملات هادو عمرك تمشي تمشي ليهم تمشيني عمرك زعما ما قلت انا دابا انا اللي خلاني داكشي لا دابا يعني فهمت دخلت للسيت ديالهم السيت واعر فهمت وبالنسبه لي يعني لهاد اللي كاين وانا شخصيا نصايب لك سيت مشاوار نصايب لك شي حاجه الفرع واش انت اللي البارح كنتي دويتي لي على واحد العمله سميتها ماسك دوج لا اييه ام في سي فانتا اييه باقي ام في سي دابا حاليا رابح رابح قول الدراري شحال رابح بلاش انا نطلع عليك اخي طلع عليهم خلي الدراري يشوفوا كل شيء يستافد كل شيء يعرف شنو كاين وقول لهم شحال انفيستيتي واو الكونيكسيون قول لينا اخويا شحال انفيتيت فاتيه 50 دولار ايوا حاليا 25 دولار من الدحان 75 دولار عندك في التوتال انت انفيتيت فيها غير البارح لا هادي شي 4 ايام هادي حاليا شي 4 جوز اربع ايام دونك اليوم شحال اليوم 12 11 10 عود سعود فحالك كنت سعود سعود اول كلمه يمكن شي اللي كتقول لا والو هيدا والله العظيم ما خي يوسف عود معاش نهار معاش مع هذيك الثلاثه مع هذيك الثلاثه دابا هذه راه ما فهمتش هذه راه ماشي هي مع تحطت مع شريشة لا لا دابا انا شوف دابا انا هادشي اللي كتقول انت انا راه متابع كتقول لي مع الثلاثه مع الثلاثه هاي ثلاثه شحال كانت تساوي 0.000 واش كانت واصله ل 1000 ولا قبل ولا في 900 800 كانت واصله ل 1000 كانت واصله ل 1000 ما عقلتش بالضبط شحال لا والو ما بقيتش عاقل صراحه اش الا كانت وصل 1000 يعني دابا حاليا راه ما طالعش بزاف يعني مازال يعني يلا بقى ما طالعش 1000 دابا اصلا يلا واصله ل 1400 دابا واه عرفتي انا كنت واقع على شريته في 1200 واقيلا دونك تشريتيها هنا شريتيها هنا تقريبا هنا الله تشريتيها هنا صافي شريت انا في 1200 واه دابا طلعت بحال ما هكذا ديك واحد طلعه راه نورمال غير هو الدراري هو واحد هو مانفيستي 50 دولار ديكو كيكون البروفي كاين ولكن ماشي بزاف حقاش هنا كل ما زدتي الانفيستيسمون كل ما كتربح اكثر داكشي اللي كاين فهمتي
وحنا يلا بادين خويا. هذا الموقع سميتو بوكوين، هذا غير كتشوف فيه لي شارت ديال لي كوين، اي كوين بلوتو لي ميمز كوين من الاحسن حنا كنشوفوهم هنا. كتعرف شنو حتى هذيك ديكس تولز زوينه حتى هي اصاط ديكس تولز. اه انا واحد العمله البارح انا الصراحه ما انفيستي بشي بشي 4 دابا مين زنيت شريتها في نقول لك بالضبط رجع بشي 1100 هكذاك. اه دابا وصلت ل 4700 السمية ديال الصب. اه بارطاجيها مع الدراري. اه دوكس اكس ولا لا لا ديك بوحده ديك ماجيك بس ديك بحال هاد الكوان مولي خاصنا نطيحو عليهم واخا يوسف ليش هنا يا صد صحتك اخويا. هاي الدوج اكس هاي الدوج اكس هي هادي خويا هادي ما فهمتش فيها والو. اه هذاك الشيء اللي بان لي حوايج سوا طيح سوا غاتبومبي يطلع. اه اوكي انا كنقول اطلع ما عرفتش علاش. نعم ام في سي فيها اوف كورس اصاحبي. نعم اخاي خاصها تطلع بزز منا. اه خاصها تطلع اصاحبي كاملين خصهم يطلعوا صراحة. اه الدراري شي واحد عنده شي سؤال ما فهموش احنا زدنا واحد الدري معنا السلام عليكم. عليكم السلام. جرى خويا يسمح لي بغيت نركب الكاسك. جرى خويا صباح خير كلشي مزيان صباح الحمد لله الله يخليك اخي يوسف صحه كلشي مزيان. اشحال هادي تنصيفط لك اخي يوسف باش تطلع عندنا باب الله هانيا. السلام عليكم ويا خويا مرحبا جاي مع الوقت كلشي مزيان بك الله يخليك اخي يصلح لك. انا ما انفيستي شي كوين انا واحد الدري كنصيفطهم لك في انستغرام لكن صيفط نوريهم لك اقول لك دخلنا فيهم ولكن انت شوف انت قول لي قول لي غير سمياتهم باش نستافدو كاملين. كنت في الاول كان انفيستي في سميتو في الكوينز اللي كاينين في البينانس بوسيبل. دابا تلاحت للشيت كوينز اللي سميتو ستوري ديالك وداك الشيء وليت حيت كنت متبع داك ابو العبد الا عرفتيه. ايه كان تيبارطاجي شي حاجه مهمه عندنا في الانستغرام وداك الشيء واستافدنا الحمد لله. حنا تقريبا شهر 5 دخلنا باش كان ديك الساعه داك طلع السوق طالع ديك الساعه دخلنا خسرنا وداك الشيء واستافدنا الحمد لله ماشي مشكل الحمد لله شي تجربه الحمد لله خويا يوسف. المهم انا طالب جداد وما عرفتش انفيستي فيهم لا لا طلعوا في كوين ماركت كاب. عرفتي ديك البلاصه بدي طلعوا الكوينز جداد نيو ها انت دابا غير عطيني السميه ديال لي كوين فهمتيني عطيني السميات ديال الكوين دوك اللي ام في سي فيهم انا ياك اللي حاط مشاريهم فوالا اللي كاين ديك كومو ياتي كاين واحد سميتها كومودو سي ام تي كومودو كوين اي تحطها تقريبا
تقريبا يلاه شي 19 ساعه ديال باش تحط مارك وي ماركاش كامش 19 ساعه ماشي هي تحطات تحطات كوين ماركاش كامش تقريبا شي 19 ساعه اي كوين ماركت كام زيد اخو ام فيزيتي في كومودو اسمح لينا على اسمح لينا على الكونيكسيون لاحظ في لو 19 واتش ها بيتو تلاحظ في اسمح ليا هادي في شهر 7 باش تلاحظ 27 دخلت في هذيك سميتها بعدا ديك ميني فوتبول طلعت طلعت اليوم الحمد لله اخويا راه دراري الله يحفظكم فهمتيني حتى شي واحد ما يبقى يقول شي كومونتير ماشي شي ليه حنا هنا باش كاملين نساوتو انت اخويا شوف هادي اللي مخيس هذيك هادي اللي مانفيستي فيها ميني فوتبول عطاتنا بروفيت ميني فوتبول كانت مزيانه طلعت طلعت حتى حتى 4000% هي طلعت انفيستيت فيها 40 دولار يعني استقعت في هذوك الاخ مرات تقريبا شي 17 شي كوين انفيستيت فيهم ضايحين شويه دعنا فيهم شويه ماشي ضعنا فيهم باقي عالصين ما تحركوش المهم هاد هاد دوك زو تاع هي شو يقول لي مون مون جو مو جو تاع هي بيراتي كوين لا عرفتها المهم انت شوف مشيت اليوتيوب شوف اخو عندك هاد الكوين معك سي محمد كوين اللي ام في سي فان انت دابا مزيانه اي اي باقي يلا تحطات ماشي هي تحطات محطوطه قديمه غير يلا تليسات في كوين ماركت كاب فهمتيني محطوطه قديمه الصراحه مشيت لها بوبو كوين حيت محطوطه هي في بلاتي محطوطه في 27 جولاي ياك تقريبا دونك مزيانه 20 جوري تحطات الماركت كاب ديالها دابا ملي شتها ملي شتها بوب كوين شتها طالعه قلت واقي لك ما جديده غاليه ولكن حنا ما تحطات هي في لا صعب هذاك في ها صعب مزيان ياك اخويا مزيانه شي سؤال اخر اخويا نقول لك استراتيجيه ديال صافي كنت سنة ان شاء الله الطوران ديالك اخي باذن الله تعالى المهم هذا شكرا لك على المساعده والبارطاج مرحبا اخويا با او بليزير اختك اخويا نخليك وليده بارك الله عليك الله يحفظك والدراري ايوا يوسف ايوا يوسف مشات الكونيكسيون مشات الكونيكسيون قبيله اخويا سمح لينا شي مشكل شي مشكل مرحبا قطعات اخو كونيكسيون اتصالات شي اخو كيف قصو راك عارف تاع المغرب هذا